فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي خالد عزيز. نعود نرحب بك من جديد خالد. اهلا ومرحبا. باهي وصلنا لمقابله ال نسيت الاسم ليكيب الجيش الملكي. الجيش الملكي المغربي ظهر لي كما قلنا قبل حتى الاخبار نقطه تحول في مسيرتك. ظهر لي كنت عامل مسيره معناتها في كوره باهيه خالد حتى معناتها جارديان محترم جدا في النادي الافريقي. ما تحسش اللي كان صار معناتها تم تهويل هالحاجه اللي صارت وقت اوكي حتى جراف هو صحيح لكن مش لازم اي جارديان يغلط معناها مش لازم معناتها يحط مسيرة حارس معناها. شنو هذاك علاش حبيت نقوله لك انا سك هي من هي كل جمعه تشوفها توا في البطولات في العالم مجمع تشوفها كل جمعه حارس يغلط عادي والجمعه اللي بعدها يرجع يخدم على روحه ويصلح وكهو هذيك هي بالضبط هذيك الحياه معناها اللي ما يغلطش ما يتعلمش كما نقولها. خلينا نحكي وقتها شنو صار بالضبط في الاكسيون. في الاكسيون وقتها احنا عاملين 1-1 ومن والنتيجه هذيك ما ترشحناش. انا في نيتي نزرب باش نشد الكره ونلعب فيسا نعمل رولونس فيسا فهمني كي هو شاتها الكره ما بعيد هي مش قويه الكره مش تسديده مش قويه. انا نتفكر هو شاتها ودا اي مش قويه تسديده هو خاطر فهمني انا في ذهني على اساس اني باش نشد فيسا ونلعب الكره فيسا على اساس باش نعملوا لاتاك اي كونتر اتاك مره اخرى فك الزربه هذيك الكره تعدات من يدي مونك دو كونسونتراسيون ايه سير لحظه تسير وكهو هذيك هي فهمت. ما كنتش حاضر ذهنيا للماتش ولا شنو لا بالعكس بالعكس عملت ماتش كبير في اللي خسرنا واحد شيء وقتها في اللي عملت ماتش كبير فهمني في الرتور معناها المشكله وقتها مركبونا هما وصلت النتيجه 1-1 دونك يلزمنا المركب الثاني باش فهمني وفي وقت خايب شويه جاد وقت خايب الوقت جاء وقت يمكن في اقل من ربع ساعه الاخر يمكن درجين الاخرانيين ربع قاعده تقريبا كانت كاو كاتبه حاجه كاتبه سبحان الله فهمني فهمت كاو لو كان يرجع بيك الوقت شنو اللي معناها تبدل حاجه تصير حاجه ولا هذيك هي ما تحملش تصير عادي تصير تو جارديان يحط ساقه ويحط يده هكا تتعدى تحت يده صحيح تصير معناها لكن وقتها فما مسؤولين لقاو فاش يتخباو باش يمنعوا رواحهم برشا مسؤولين لقاو باش يتخبوا اللي هما شكون وقتها؟ مسؤولين وقتها بالامين وقتها بريزيدون والمسؤولين اللي معاه فهمني دونك هاك علاش هما وقتها احنا مشكلتنا في مشكلتنا احنا في النادي الافريقي يلوجوا شكون خسرنا ما يلوجوش علاش خسرنا فهمت يلوجوا شكون خسرنا هو وقتها كانت عنده مشكله معاك خالده ما عنديش حتى مشكله بالعكس قايد فريق انا وقتها واحد فهمني الاخر لحظه وقت نتكلم على اصحابي باش خذوا فلوسهم وكل شيء وانا فلوسي ما خذيتهمش بالك شي ذي من سبب من الاسباب لا بالعكس انا وقت قايد فريق وكما نقولوا نعاون في الاكيب الماكسيموم وكل شيء معناها فهمت شنو ما كانش فما حتى مشكل بينك وبين الاداره قبل وقتها لا هني قلت لك وقتها اعطيهم شكون يلبسها وينعرف وقتها خالد هو انت كنت في منتخب وقتها وظهر لي كان يشوفوا في حتى في حراس اخرين الانتدابهم في الوقت اللي كنت كان عندهم حراس دولي معناها. هو تنقول لك علاش خاطر انا وقتها كي نلعب مع يقولوا لي شبيك ما تلعبش كيف الكلوب كيما تلعب في الكيب ناسيونال. فهمت؟ وقتها ولات بحكم انا وقتها كابيتين واحد ولات الضغط ياسر عليا ولا فهمني مشاكل اداريه مشاكل ماليه مع الملاعبيه مشاكل واحد ولي كيما نقول يحل في يتحام في مشاكل نتاع الناس كلهم. فهمت كيفاش؟ دونك مومون دوني سي نورمال معناها واحد باش يضيع يولي برشا ضغط ولا عليك ولا ضغط معناها فهمني كي نمشي للكمسيونال نبدا مرتاح حتى تربوزي ما عنديش مشاكل جو مو دون افون بالكدا فهمت كيفاش قلقتك الحكايه نتاع يلوجوا في جارديان اخر وانت موجود لا ما قلقنيش خاطر عندي ثقه في روحي يعني واللي جابوهم الكل داروا ما عطاو حتى نتيجه جابوا من بعد سميه جي وجابوا درشكون وواحد يعرفوا روحهم هما كان جاوا يعرفوني انا خايب راهم سايبوني هما علاش قلت لك انا بعد 2004 قطع عامين على البنك ما حبوش يسيبوني نجيب لهم في النوادي نجيب لهم في الاحد ما حبوش يسيبوني طلبتك السياسيه وقتها طلبتني السياسيه وكنت باش نمشي لطوال وكنت فهمت شنو جاوك عروض من نجم جاني عروض وقتها ما خلونيش قالوا لك لا هو عادي صعيب باش يسيبوا جارديان من جمعيه كبيره جمعيه لكن عاملني لنحبك لنصبر عليك وقت بعد وقت جاء علي بومنيجل مضروب في صبعه يلعب وانا ما نلعبش خلال هالدرجه وليت خايف وصل هو مضروب يلعب مضروب في صبعه ويلعبوا فيه وانا ما نلعبش كي هاو كي وليت هكاك قلت لهم هكا ما عادش فما ثقه في خالد عزيز وقتها وفي المكتوب وفي المكتوب يا اخي باش يقعدوا شادين هكاك لنحبك لنصبر عليك بعد اللقطه ذيك شنو صار؟
في مسار هو بعد اللقطة من حظي وقتها دخلنا في تربص نتاع المنتخب دخلنا في تربص مع المنتخب ما سووش حاجات في ستي مثلا ما لموش عارف فماش كل ما عليك مثلا طلعتش كونسيون شوية ايه باش كومش يلوم عليا الله غالب صارت قضاء وقدر سيبري ثم ناس تغش ثم ناس واعد فهمني ما لقيت حتى حد موقف معاك حد تعادش كومش يقف معاك خلف اخواتي ووالدي وعائلتي وكها حتى اصحابك الملاعبيه ليه كيف كيف ايه هكا فما ناس هكا بلوز او موان هكا من بعيد وكها معنا مش الكل معنا فهمت شنو فما شكون خايب امالك وقت كنت توقعوا يقف معاك ما وقفش معاك فما برشا هاني قلت لك انا قلت لك الملاعبيه الاخر لحظه انا نتكلم منهم على فلوسهم في نحب ياخذوا فلوسهم قبل الماتش الاخراني هذايا خايفين وقت فان سيزون اخر ماتش عرفت وقت شكون صاحبك وشكون وشكون ليه شكون اكثر حد تصدمت فيه برشا برشا فما برشا تك هو يلقاو الخير ان شاء الله نجم نعرفوا اسامي لا لا ما نستحضرش انا خاطر ما ننسى ديما ننسى يعني هذيك تي تنسى اسامي العباد لعبت معاك لا ننسى اللي عملوه معناها فهمتي كل واحد يلقى فعله كما نقولوا ما فما حتى حد وقف معاك فما اكيد فما شكون باش يقف معايا من المحيط نتاع الكره ويحضر المنتخب حد. الوحيد كلمني وقتها كمال يدير وقتها في الجانب في الكاب ناسيونال كلمني كمال يدير نذكره بالخير معناها قراج للتاريخ وكلمني سليم شيبوب زاد باش الناس تعرفها كلمك سليم شيبوب بعد ماتش اي بعد الماتش وقال لي صار ريف وتسيرو سبحان الله وكاو سبحان الله وكاو هب هكا يهز لي شويه معنويات كانت فما علاقه انتم بيناتكم لا ما عندي حتى علاقه يجي ساعه المنتخب على السلامه كي الناس الكل وكاو نعرفوا بريزيدون اسبيرانس وكاو اما نحكي لك باش تعرف معناها فهمت شنو كلمك شيبوب مسؤول لك لو ما كلموك ما كلمونيش انا قلت لك انا فهمني وقت اللي هي نورمالمون حاجه صحيح سيفري الكلوب تحت من كوب دافريك اوكي سيفري خسرت قداش من تيتو الكلوب قبل هذاك وكانت تصير عادي سبحان الله معناها غلطه وتصير الناس كل تصير هاهم لاعب يخرج لساراس ويجيبها لبرا قعدت موجوع منها لليوم ليه مش موجوع انا الحمد لله معناها المشكله ما خلونيش باش نكمل كاريري هذيك اللي غاضتني يعني. فهمني ما خلوكش تمشي جمعيه اخرى ما خلونيش معناها عملوا لي انا نحبك لا نصبر عليك خلوني كيكا غادي وكاو هذه اللي قلت لك من الاول قلت لك سبب الكونترا برومي كونترا 5 عام كي تقابل الجمهور في الشارع كيفاش شنو يحكوا معاك؟ لا الحمد لله الحمد لله نتصور اليوم يجبد لك عليها اللقطه لا ثم ناس تجبد عليها وعادي سي نورمال عادش بيها تصير يا اخي شنو المشكله؟ نشوفها كل جمعه احنا قول لك بار من نوير من كل شيء كل جمعه يعمل غلطه وجمعه جاي تلقاه يشد اموره اموره منظمه وكل شيء ما لقاش مسؤولين باش يرميوا في هو معناها الغلطه والسبب فيه هو معناها فهمت شنو هو سميه جي وقت انت هو جي انت كنت موجود ها لا انا ما زلت ما رجعتش وقت ما رجعتش للكلوب وقت كنت في المرسى انت وقتها لا لا انا قعدت من الاول ما رجعتش في البريباراسيون بعد في الصيف ما رجعتش ما رجعوكش اي ما رجعونيش ما رجعتش علاش نرجع لهم انت قلت لا اي علاش قلت لهم وقتها ما دام الاجواء ما تساعدش واحد انتم جبتوا جول خلينا نمشي على روحي وكهو لا يعني من بعد انا رجعني نبيل معلول كي جاي من بعد جا في ديسمبر هو قال محاجتي بخالد عزيز اي وقتها باش رجعت فهمتك يعني من بعد ما رجعتش باهي سميه جي وقتها ظهرلي ما قدمش اضافه كبيره من ينجمش يقدم من ينجمش يقدم في الاجواء هذيك في الواحد وفي الظروف هذيك واحد ايش باش يقدم رغم انت جربت الحراس الاجانب الحراس متوسط ياسر هو ماهوش حاجه رغم اللي في ليسبيرونس تيزي ولا في الاكواد والمانجير اللي جابه وقتها خاطر نكاله مش نكاله اما خاطر شمت فيا انا على خاطر انا هو العام اللي قبله جاب ديفونسور وانا قلت له ما يصلحش هذاك وهو حب يوقع عقد في النادي الافريقي انت كنت تحكم وقتها تقول شكون يصلح سهلوني انا سهلوني بيان سور انا غارديا وقدامي ديفونسور اكسيال يلعب قلت لهم ما يصلحش راه مش به شكون الديفونسور؟ ما نسميش وقت والمانجير المانجير عندنا فيه هكا مازال يخدم اليوم ولا ما عادش عليه قبل كان في الهيئات وصلت خل حتى في الهيئه ولا مسؤول رضا دريد هذا كهو فهمني وهو من الاول دونك هو مشى يجري جاب لهم غارديان زعما سمعت فيه خالد عزيز اي بيان سور هكا عجبته الفرصه عاد هو شو اللي يجيب اللي يحب عليه